في عصابة يعني اشتبح على خطرها تسرق الناس، نعم، وليس في تلك البلدة رجال أمن وأحد الناس يعرف وكرها ويعرف مخبأها، فهل يجوز هذا الرجل الذي يعرف وكرها عنده ناس شجعان يأخذ هذه الأموال خلسة منهم خلسة ويعرفونها أو يعرفون أصحابها ويوصلونها إلى أصحابها، هل خلستهم هذه تعتبر السرقة كذلك؟ نعم. الرجل إذا رأى المال المسروق وهو يعرف صاحبه فإنه يجب عليه استنقاذه من السارق، يجب عليه وجوبا أن يستنقذه من السارق. فإذا ذهب هؤلاء الجماعة إلى أوكار هؤلاء السراق وأخذوا أموال الناس ليردوها إلى الناس فهم على خير كثير ولهم أجر كبير، فليفعلوا ذلك ما استطاعوا. نعم.